Gerrit ist willkommen. Wie geht's dir? Ich wünsche Ihnen schönen Tage und eine schöne Berufung. عمليني ما طبعا ما فيش وقت نشرح كل حاجة احنا هنشرح القواعد طيب هاتولنا صفحة 8 طبعا اول حاجة عندنا في المنهج لكسيون اينس بيتكلم عن حاجة اسمها التاجس ابلوف اللي هو الروتين اليومي اقفل يا ابن الكاميرا يا ابن اقفل يا محمد الكاميرا بيتكلم عن حاجه اسمها التاجس ابلوف اللي هو الروتين اليومي تمام ماشي صفحه 8 دي هابن اين ديالوج عندنا محادثه عندنا صفحه 8 ديالوج بيقول هاي ليزا هاي لوكاس فاس ماخس تو ام مورجن فاس ماخس تو ام مورجن ماذا تعمل في الصباح بتعمل ايه اول ما بتصحى من النوم قال ايش اشتهي اوف ايش اشتهي اوف بستيقظ بصحى من النوم دوشي ايش مش ان دوشي ايش مش ان باخد دوش und frühstücke يعني بفطر then ثم gehe ich in die Schule اذهب الى المدرسه تمام تاني سؤال was machst du am nachmittag بتعمل ايه am nachmittag بعد الظهر was machst du am nachmittag بعد الظهر الاجابه ايش اسست zum mittag بتغدى und mache die Hausaufgabe بعمل الواجب المنزلي ich esse zum Mittag بتناول وجبة الغذاء und mache die Hausaufgabe بعمل الواجب المنزلي طبعا في سؤال كامل محادثة في الامتحان يعني خدوا بالكم المحادثات اللي هنشرحها دلوقتي und am Abend في المساء ماذا تعمل am Abend في المساء قال ايش اس تو ابند باكل وجبه العشاء وند زيه فيرن واشاهد التلفزيون تمام حد عنده اي سؤال في المحادثه لو عنده سؤال يفتح المايك ويقول تمام تحت كاتب اكسبريشن تحدث ماخت فايتر ديالوج اعمل محادثه لا في الامتحان هيقول لك ماخت فايتر زتتس فون زتتس يعني اعمل خمس جمل من الكلمات هيجيب لك كلمات زي دي كده وهتعمل عليهم خمس جمل تمام طيب نفرض ان اللي جالنا كلمات زي اللي تحت دي ام مورجن يعني في الصباح او في شتيهن يستيقظ فروشتوكن يفطر اندي سوليجيهن يذهب الى المدرسه ام فور ميتاج قبل الظهر اندي سولة الى المدرسه في الليرنين بتعلم كثير هنعمل على الجملتين دول مثلا خمس جمل هيبقى بالطريقه دي هقول مثلا ام مورجن ايش اشتهي او في الصباح انا استيقظ اوند يعني و ايش فروهستوك بفطر اوند ايش جه اندي سولة ثم اذهب الى المدرسه وندي إيش جيه إندي سولة أذهب إلى المدرسة ما أنا قلت كده ثلاث جمل من أول واحدة ممكن تقول أم فور ميتاج قبل الظهر إيش جيه إندي سولة أنا أذهب إلى المدرسة وند ليرن فيل بتعلم كثيرا تمام طيب رقم ثلاثة كاتب أم نخم التاج بعد الظهر إس يأكل دي هاوس أفجاب الواجب المنزلي ممكن أقول مثلا أم نخم التاج بعد الظهر إيش إس أنا بأكل أوند يعني وا أوند يعني وا أعمل الواجب المنزلي اسمها مخ دي هاوس أفجاب
und mache die Hausaufgabe. Ga Hausaufgabe. يعني يعمل الواجب المنزلي. ماشي؟ Am Nachmittag ich esse und ich mache die Hausaufgabe. طيب رقم 4 am Abend في المساء. Zu Abend وجبة العشاء. فرن ذهن يشاهد التلفزيون. وصل لازم بيقرأ الكتب. ممكن تقول am Abend في المساء ich esse zu Abend بأكل وجبة العشاء. Und فرن ذهن وشاهد التلفزيون. Und lese Bücher وبقرأ الكتب. طب اخر جمله in der Nacht ins Bett gehen schlafen. In der Nacht في المساء ins Bett gehen يذهب الى السرير schlafen بينام. ممكن اقول in der Nacht ich gehe ins Bett اذهب الى السرير und ich schlafe وبنام. حد عنده اي سؤال؟ طيب صفحة 10 قول افتح مايكاته كده واللي عنده سؤال يقول انا عندي سؤال. شروق فوزي في سؤال؟ تمام كله يجيب صفحة 10. عندنا مربع فيه أربع أفعال. أول فعل شلافن ينام. ترفن يقابل. زهن ينام. يرى. لازن يرى. يقرأ. يقرأ. ماشي. الأفعال دي أفعال غير منتظمة، بمعنى لما أجي أصرفها مع الضمير اللي هو الأنا والأنت والهو والهي والنحن والأنتم. أول فعل شلافن حرف الأ بيتحول الى املوت ا على نقطتين مع الضمير الدو والاير والزي والاس زي ما انتم شايفين كده. حرف الا اللي في الفعل الاساسي بيتحول الى ا على نقطتين وبقيه الضمائر زي ما هو. تريفن تاني فعل حرف الاي بيتحول لاي مع الدو والاير والزي والاس. الفعلين اللي بعدهم زيهن وليزن حرف الاي يتحول الى اي اي مع الدو والاير والزي والاس. طبعا بقيه الضمائر تصرفه عليه زي ما هو. ماشي؟ طيب صفحة 11 عندنا حاجة اسمها تاجس سايتن اللي هي الفترات اليومية. أم مورجن في الصباح فورم التاج قبل الظهر متاج فترة الظهر نخ متاج بعد الظهر أم أبند في المساء اندر نخت في الليل. جميع الفترات اليومية يسبقها حرف الجر أم. كلهم بيجي قبلهم حرف الجر أم زي مورجن وأبند ونخمة كلهم بيجي قبلهم حرف الجر أم ما عدا إندير نخت في الليل بيجي قبلها إندير نخت بيجي قبلها إندير. كلهم بيجي قبلهم أم ما عدا النخت بيجي قبلها إندير. تمام؟ تمام. تحت الجراماتيك التاجت سايتن فترات اليومية قلنا بيجي قبلها حرف جر أم. والفوخن تاج أيام الأسبوع بيجي قبلها حرف جر أم ما عدا إن دير نخت ما عدا إن دير نخت. طيب صفحة 14 قطعة طبعا ما فيش وقت اللي احنا نترجم القطعة. هنترجم الأسئلة في صفحة 15. صفحة 15 هنترجم الأسئلة. أول سؤال اسمه فوهير قمت تيم من أين يأتي تيم؟ ثاني سؤال فاس أربايتت
ماريا فاطر، ماذا يعمل أبو ماريا؟ فاسست تيم فاتر فون بيروف، ما هي وظيفة أبو تيم؟ فاسست تيم فاتر فون بيروف، اللي عنده سؤال يفتح المايك ويسألني. فاسست تيم فاتر فون بيروف، ما هي وظيفة أبو تيم؟ إيست تيم موتر هاوس فراو؟ هل والدة تيم تكون ربة منزل؟ سؤال رقم 5، فاس شبيلت ماريا، ماذا تلعب ماريا؟ تحت خالص كاتب اربايتن الس، يعني ايه اربايتن الس؟ يعمل ك، يعمل ك. صفحة 16 دي بنسميها الوظائف. طبعا السؤال ده الصور دي على سؤال في الامتحان، هيقول لك مثلا من يعمل هذا؟ فير ماخت داس او فير اس داس، من يكون هذا؟ هيقول لك مثلا اير اربايتت ام كرانكن هاوس، هو بيعمل في المستشفى، هو بيتكلم على ايه؟ على الدير ارتست اللي هو الدكتور. تمام، عندنا الدير ارتست دكتور، طبعا اللي تحتها ده دكتوره. بيلوت طيار، ليرر مدرس، سبيكر خباز، كوخ طباخ، كيلنر جرسون، جارتنر مزارع، فوتوغرافر مصور، هاوس مان باور يعني راعي غنم، فريزور حلاق، فيركوفر بياع، بوليتسيست رجل بوليس، بوسفارر سواق اتوبيس، اوتوميشنكير ميكانيكي. صفحة 17 لنا محادثة. فاسست داين فاتر فون بيروف، طبعا قلت انتاج اول واحدة. فاسست داين فاتر فون بيروف، ما هي وظيفة والدك؟ قال له ماين فاتر ايست ارتست، والدي يكون دكتور. طبعا في سؤال محادثة في الامتحان، سؤال وعايز اجابته او اجابة وعايز سؤالها. فو اربايتت اير، اين يعمل هو؟ قال له اير اربايتت ام كرانكن هاوس، هو بيعمل فين؟ في المستشفى. تمام. عندنا تحت الجراماتيك، الجراماتيك قاعدة البوسيسيف برونومين، الضمائر الملكية. كل ضمير شخصي له ضمير ملكية. لو عايز اقول كتابي، كتابي انا، انا يعني ايش؟ الايش دي بيتحول لماين، هيبقى ماين بوخ. طب كتابك يبقى داين بوخ، كتابه زاين بوخ، كتابها هي يعني زي، يبقى اير بوخ. كتابنا نحن، نحن يعني فير، الفير ده تحول الى انصر بوخ. هم وحضرتك اير، اخر واحدة انتم اوير. طيب الكلام ده لو الكلمة مذكرة، طيب لو الكلمة مؤنثة أو جمع، يبقى الماين دي هنضيف لها حرف الإيه؟ يبقى ماين مثلا موتر. ليه حطينا هنا حرف الإيه لماين؟ لأن الموتر دي كلمة مؤنثة. تمام؟ طب عايز أقول والدي، هيبقى ماين بس فاطر. ليه حطيت ماين ما حطيتش ماينه؟ لان الفتر ده مذكر، يبقى لو الكلمه اللي جايه بعدها دي مذكر او غير عاقل يبقى ماين، لو الكلمه مؤنث او جمع يبقى ماينه. حد عنده اي سؤال؟ ماشي. صفحه 18 صفحة 18 عندنا محادثة. يقول فو اربايتد داين فاتر، أين يعمل والدك؟ قال اير اربايتد ام كرانكن هاوس، هو يعمل في مستشفى. فاس ماخت اير، يعني هو بيعمل ايه في المستشفى؟ قال اير انترزوخت دي كرانكن، هو بيعالج المرضى، هو يعالج المرضى.
تحت الجراماتيك اللي تحت خالص. كل اكتب على الجراماتيك ده مهم. عندنا اللي في المربعات دي حروف جر ام واوف ديم وان دير وتسو. الكلمات اللي بيجي قبلها ام سوبر ماركت، عايز اقول في السوبر ماركت هقول ام سوبر ماركت، مطعم، الفندق، الفريزور زالون ده اللي هو صالون الحلاقه، والكرانكن هاوس المستشفى، كلهم بيجي قبلهم حرف الجر ام. طيب اوف ديم بيجي قبلها بعدها الباور هوف اللي هي المزرعه، عايز اقول في المزرعه هقول اوف ديم باور هوف. طيب ان دير بيجي معها الشوله والبكراي، شوله مدرسه، البكراي المخبز. طيب المنزل هقول تسو هاوس، تسو هاوس، يبقى كل كلمه من الكلمات دي لازم يكون لها حرف جر معين. الصفحة اللي بعديها الصفحة دي مهمة جدا جدا جدا، كل اكتب على الصفحة دي مهمة جدا جدا. صفحة 19 عليها سؤال كامل في الامتحان، بيقول ليز دي فولجن بزيتس اون دي ماركي فير اربايتد فو، يعني اقرا الجمل الاتيه وحدد مين بيعمل فين. اول جمله دي ريرر اربايتد ان دير شولا، المدرس بيعمل في المدرسه. اير اون تريستد ان دير شولا، هو بيشرح في المدرسه. لو قلت لك مثلا اير اربايتد ان دير شولا، يبقى الكلام ده عاد على مين؟ على الدير ليرر المدرس. تمام. طب لو طب تاني واحده دي الكلينر اربايتد ام ام ريستورانت، الجرسون بيعمل في المطعم. لو قلت لك مثلا اير اربايتد ام ريستورانت، يبقى الكلام ده عاد على ايه؟ على الدير كلينر اللي هو الجرسون. يعني هجيب لك جمله وانت هتقول لي الجمله دي مين اللي بيشتغلها. دير بوس فارر اربايتد ان بوس، السواق بيعمل في الاتوبيس. اير فيرت دين بوس، هو بيسوق الاتوبيس. لو قلت لك مثلا اير فيرت دين بوس، يبقى الكلام ده قاعد على البوس فارر سائق الاتوبيس. دير فريزور اربايتد ان فريزور زالون، الحلاق بيعمل في صالون الحلاقه. اير شنايدت دي هار، هو بيقص الشعر. لو قلت لك اير شنايدت دي هار، يبقى الكلام ده قاعد على الدير فريزور، عايد على الدير فريزور الحلاق. دي فيركاوفر البياع اربايتد ان سوبر ماركت، اير فيركاوفت دي ليبلينج سميتل، هو بيز او هو بيبيع المنتجات. دي بيكراي اربايتد ان دير بيكراي، دي بيكر اربايتد ان دير بيكراي، الخباز بيعمل في المخبز. اير بيكت بروت بيخبز العيش. دي باور اربايتد اوف دي باور هوف، المزارع بيعمل في المزرعه. ايرب فلانتسن نارونجس ميتلز، هو بيزرع الايه؟ النباتات. طيب اخر حاجه هنشرحها في صفحه 21 حد عنده اي سؤال؟ ماشي. صفحة 21 عندنا محادثة فوق، طبعا المحادثة دي كله يكتب عليها مهمة. نعم. هو الأعزب والمتزوج دي هتيجي في الامتحان في صفحة 20؟ الأعزب والمتزوج. أعزب يعني ليدي، ومتزوج يعني فير هيراتك. ممكن تجي لك في الامتحان. أعزب يعني ليدي، متزوج يعني فير هيراتك. يعني ايه؟ فير هاي راتد. طيب هكتبهم لك. ليدج يعني اعزب، متزوج فير هاي راتد. صفحة 21
او خلينا في صفحة 20، نبص على القطعتين دول برضو مهمين. صفحة 20 بسست هانز لوفل، هذا يكون هانز لوفل. ارقمت اوز استرايش، هو بيأتي من النمسا. اريست ان دي فين جيبورن، هو ولد جيبورن يعني ولد، ولد في مدينة فيينا. ابر ولكن هو فونت وند اربايتت ان جراتس، هو بيسكن وبيعمل في مدينة جراتس. اربايتت الس جيم ديزيجنر، هو بيعمل كمصمم العاب، عنده 30 سنة. اير ايست ليديك، عزب زي هوبي ايست، شوية من هوايته تكون السباحة. اللي بعديها مارتينا قمت اوس دنمارك، تاتي من الدنمارك. زي ايست ان كوبنهاجن جبورن، ولدت او عاشت في مدينة كوبنهاجن. هي الليبت زي، هناك هي تعيش، هناك بعيدة على كوبنهاجن. زي ايست في الهيراتت، متزوجة وانتهت اين كيند، عندها طفل. مارتينا ايست في اون غايت سياري الت، عندها 34 سنه. دي ايست سبورت ليرالين، مدرسه العاب. دي شفيمت بتعوم، ودي سبيلت جيران التنس، وبتلعب التنس. طيب صفحه 21 بسرعه عشان ما فيش وقت، 5 دقايق والباقي المحاضره قفلت معانا. عندنا محادثة. فاز فيليس تدو فيرد. نعم. هو الامتحان هيجي لغاية صفحة 21؟ اه. صفحة 23، صفحة 23 قراية، مش هيجي منها حاجة. تمام شكرا. نعم. فاز فيليس تدو فيرد، ماذا تريد أن تصبح؟ رد وقال إيش فيل بيلود فيرد. طبعا المحادثة دي مهمة جدا جدا جدا. مستر هي تيجي في الامتحان؟ ايه دي؟ مين اللي بيتكلم؟ ممكن تيجي في الامتحان المحادثة دي؟ اه طبعا. بس فيلست دو فيردن، ماذا تريد ان تصبح؟ قال ايش فيل بيلوت فيردن، انا عايز او انا اريد ان اصبح طيار. بس يعني ما، فيلست تريد دو انت فيردن تصبح. ايش انا؟ فيل اريد، بيلوت طيار، فيردن اصبح. انا عايز اكون طيار. قال له فاروم دين، لماذا؟ ايه مستر. هو احنا هيجي لنا ترتيب؟ لا. ترتيب ايه؟ تمام. ترتيب جمل. نحط سنة 5 الترتيب ده دلوقتي. عيد المحادثة تاني. فاروم دين يعني لماذا؟ قال له دين اير رايست فيل، لان هو رايست فيل، يسافر كثيرا. تمام؟ اخر حاجة عندنا تحت تصريف فعل فولن يعني يريد. طبعا هنحفظه بالشكل ده. عايز اقول انا اريد، طبعا مهم جدا برضو. انا اريد ايش فيل، انت تريد دو فيلس. الاير والزي والاس بياخد فيل زي الايش. الفير والزي والزي فولن، الاير فولت. بتحفظ بالشكل ده كده. اي سؤال؟ يعني ايه بقول؟ حد عنده اي سؤال؟ كله يفتح المايكات. مستر لو سمحت، هو الامتحان هيجي لغايه فين؟ لحد ما انا شرحت كده. تصريف فعل يريد. فولن يريد. صفحه كام؟ لحد 21 تصريف فعل يريد. فولن. تمام. طيب الامتحان اول سؤال هيكون قطعه عليها اسئله. ثاني سؤال محادثة. ثالث سؤال، اقفل الكاميرا يا ابني. محمد اقفل الكاميرا. أول سؤال قطعة، ثاني سؤال محادثة، ثالث سؤال أكثر، رابع سؤال هيبقى كلمات. يعني مثلا هقول لك مين يعمل هذا؟ يعني مثلا هقول لك اير اربايتد ام كرانكن هاوس، هو بيعمل فيه الكلام ده عاد على مين؟ هتكتب بين قوسين كده الدكتور اللي هو الدير ارتد. اير اربايتد ان دير سولا، هو بيعمل في المدرسه. بقى الكلام ده عاد على مين؟ بين قوسين هتكتب لي الدير ليرا المدرس. مستر اخر سؤال ممكن يجي تراكم؟ لا مش هيجي تراكم. اخر سؤال هيبقى كلمات، هديك مثلا 10 كلمات هتعمل لي عليها 5 جمل. على كل كلمة يا مستر؟ زي ما انتوا عايزين.
بس انا عايز خمس جمل في اطار الكلمات اللي انا هديها لكم. ايوه يعني على كل كلمة هنكون خمس جمل. هديك 10 كلمات هتعملي لي عليها خمس جمل، يعني تقريبا كل كلمتين في جملة، وزي ما انت عايزة برضه. صورتولي البيت عارف. تمام. اي سؤال؟ jemand haben eine Frage von die Prüfung. حد عنده اي سؤال عن الامتحان؟ مستر. عن بكره. مستر. نعم. هي مدة الامتحان قد ايه؟ ساعة ونص. ماشي. تمام؟ يلا. تمام. يلا مع السلامة. بكره ان شاء الله. مع السلامة. مع السلامة.